ما هو الإيمان؟ إن لو جيز هتشنو إيمان إن زبط أتوى إيمان زن لشنو؟ الإيمان هو قول باللسان، لابد تقول الإيمان بلسانك. الإيمان زن شنو نيجي بتيار أما تنفوس فم عزتين إن لو جيز بروفين أم لا لا تين. مثلا تقول أشهد أن لا إله إلا الله. هو زن لفتنين لو جيز نويت يجرب أقول بير لو بسميس دبو أبتش الله يف إيمان. هذا الذي تقوله بلسانك لابد أن تعتقد هذا بقلبك، يعني الباطن يوافق الظاهر. كزي زبطتين النوم ليلة زي يسمى سميلا ما نبوه فزنا عاتين فورو سمى سميلا إين ونو يزبط فلان نويم لا إله إلا الله سمى سميلا عاتين فوري جيوا فتبتير أفعاب وزن. لأن المنافق نصر عفا السلامة يتكلم بكلام يوافق يخالف الباطن. ستيال أنيسان بيجي نروبيت سارة فيلاتي منافقين نيفي فلان في تنين أنا زاوزة أنا فريق زيت شاو أنا تنفون نتين فوتش زادة أنا فتش عاتي فون زاوزة زيت تنين ولابد أن نعمل بهذا، نعمل بالإيمان. فا إزاي دريبنا جيت شميت ميلا عن بحار سيكفو سيبتنوي فلان أرى عاتي فون شميت ميلا عن بحار نمي فينا زاوزة تنين زيت تعمل بجوارحك كالصلاة مثلا. زنوي هو تبوس تريني أمني فما فهم بحارنا زي زبط زي من الله لنا رسم بعدنا جين فلو بتشيك الصلاة نسام بميونش كم يبوك تعمل بقلبك لا تخاف إلا من الله. زنوي روتش كريس كهو تبوس من فهم بحارنا زننا تنفو جوي تشماننا تشيس زبط عطا هو رنو أقولش الله سبحانه وتعالى سجل تعبش مو بين بقنا تنفو. الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد ديا مش كل يجون يعكسي أو مش كل يجون هنا. نعم، على تعريف الإيمان قول باللسان. يوزن بفماريتا نمتنوى إيمان فماريتا لنا إيمان ديوه نفتنين نمليلا واعتقاد بالقلب هذه نفافتا نوز فين تنتيرك أو نتنفونه فليكي نوز نتنفونه عمل القلب وعمل الجوارح لأسى إذا يتنفو يزيو أري أسى أبحار نمني رسمتا يزيد وينقص. أريزن إيمان زنديا ميامبي أري مشتونا مهينا يزول